مرحبا بكم جميعا. الآن نستمع إلى نشيد الوطن. أن الوباء قد ينتشر في منطقتنا. نعم فرحانين بالدخول المدرسي الجديد بسبب وكان لنا تأخر بسبب جائحة كورونا الذي عطلتنا عن الدخول المدرسي. بروتوكول صحي لتفادي هذا المرض. نصحهم بالتباعد الاجتماعي، تباعد الجسدي، احترام الإجراءات الوقائية لتفادي هذا المرض. كان بلي ممتاز الدخول المدرسي، وكان تأخر في الدخول بسبب جائحة كورونا. وننصح الزملاء تاعي باحترام القواعد الوقائية لتفادي هذا الفيروس. يظن بصفة عامة الحمد لله الظروف عادية رغم أنها استثنائية على مستوى الولاية، ونتفائل بإذن الله أنه شيئا فشيئا يتكيف الجميع مع الظروف، سواء كان الإخوة في الإدارة تاع المؤسسات أو الإخوة الأساتذة أو أبنائنا التلاميذ والتلميذات إن شاء الله. إذن ظروف دخول مدرسي عادي، ونتطلع إلى امتصاص هذا الاقتضاء لمستوى المتوسط. طبعا عطينا تعليمات لرؤساء الدور باش نقوموا بالإحصاء، إحسان تاع كافة الأقسام اللي من هذا النوع هذا إذا وجدت، لأنه حتى بالنسبة للقسم اللي زرناه للأسف أنه لم يتم تطبيق تعليمات السيد مدير التربية. السيد مدير التربية أعطى تعليمات للدوام، نظام الدوامين أعتقد لتفادي الدوام الجزئي لتفادي استعمال هذا القسم. ربما ظروف نقل نتاع الأساتذة خلاتهم يعني يقلصوا من المدة نتاع الحجم الساعي تاعهم بين قوسين، أو المدة نتاع التدريس أقول الحجم الساعي، مما خلاهم يستعملوا هذا القسم. طبعا عطينا تعليمات فورية لإنهاء التدريس في كل مثل هذه الأقسام، وأعتقد أنه إذا وجد فهي نادرة جدا، لأنه كما تعلمون الإنترنت ممنوع باش ندرسوا فيها أو حتى نسكنوا في قاعات أو في منازل مبنية من هذا النوع من تاع المواد البناء، لأنها اكتشف بأن فيها مرض يعني اللي كونسيليجان. بكل صراحة اللي كونسيليجان، إذن أعطينا قسمين لرئيس البلدية، الإجراءات راهي جارية من أجل تعيين المقاولة والشروع في إنجاز هذين القسمين، وسنعمم هذه العملية على مستوى كافة الولاية، بالإضافة إلى أننا كذلك اكتشفنا بأنه مازال فيه عملية التدفئة بالمازوت، وكما تعلمون هذه كذلك مضرة للصحة لأنه فيه دخان وفيه أمور وفيه تلوث وفيه رائحة. إذا شيئا فشيئا سوف نقضي كذلك نهائيا على التدفئة بالمازوت، ونعوضها بالتدفئة بغاز البروبان.